الخير مشاهدينا. اليوم بفيت بيت رح نكون عم نشتغل flow of exercises، تمارين ورا بعضها رح نكون عم نشتغل فيها على عضلات المعدة، قوة الظهر، وبنفس الوقت رح نكون عم نشتغل على التوازن. تقريباً exercises قريبة من اليوغا أو الباور يوغا أو إذا بدكم البيلاتس. رح كون عم بلش بالإكسرسايز، أنا واقفة بهيدا الوضعية ورح أرجع أنزل على المات. رح بلش عم بطلع بروس أصابيعي هون، بدي جرب قد ما فيي أعمل سكويز بإجري، شد جسمي، بعلي الصدر، بوصل بإيدي لفوق، باخد نفس، اكسيل أوت. رح أنزل شوي شوي بإجري، بدي حاول كون عم ركز على نقطة واحدة تحافظ على التوازن. رح أوصل بإيدي على الأرض ورح أمشي لقدام، بوصل لوضعية البلانكس، وهون رح علي أول إجر وبنزل، بعلي تاني إجر، بنزل بعد مرتين، آخر مرة hold and down، hold and down. ريح حالي، برجع على نفس الوضعية اللي بلشت فيها وبطلع بنفس الطريقة لفوق. ريح حالي وبعيد الاكسرسايز كمان. بلش على رؤوس أصابيعي، سكويز الإجرين، بعلي الصدر، وصل بإيدي لفوق، hold، باخد نفس، exhale out. شوي شوي بركز على نقطة واحدة وبنزل، وصل كمان بإيدي لوضعية البلانكس. هون عم نشتغل على الكور تبعنا، على قوة ظهرنا ومعدتنا، ورح كون عم مد ايدي بعمل ريتش هولد، كمان اخر مره هولد، سويتش، نريح حالنا، رول ذا شولدرز، ننتقل لنرجع كمان نطلع. واخر جوله رح كون عم نشتغل شوي اصعب، رح بطلع hold lift up، شوي شوي بنزل focused، سكرت اجري صارت اصعب شوي، بنزل على الارض، reach، بعلي اجر hold، بعلي اجر hold شوي، ايد كمان مرة، reach reach، اخر مرة hold اطول، hold reach، وبريح. خد نفس، اكسيل to the side، stretch. دايما بعمل ريتش بايد اللي جوا، ايد اللي فوق، راسي، switch، reach، بعد مرة exhale out. هيك بنكون خلصنا أول جولة من هذا التمرين. طبعاً من المفيد أكثر إنه نحن نكون عم نعيد لجولتين غير هيدي الجولة اللي اشتغلناها. بتمنى لكم نهار أكيد كله نشاط، stay active قد ما فيكم، وبشوفكم بتمارين جديدة أنا بكره.